الخبر واللي عدنا عن انس واصالة وشنو قالوا عن نارين بيوتي ونور استاذ واياتي. انس واصالة نزلوا هذا المقطع على قناتهم باليوتيوب، وهذا المقطع انس سال اصالة منو حابة تصورين اكثر ويا اياتي، لو هي نور ستارز دو نارين بيوتي صفطيهم بالترتيب. فاصالة قالت له اياتي اول وحده ان هي بامريكا وقريبه من عدها، وثاني شيء قالت نور ستارز هي منصوره وياها من قبل. اخر شيء الله اختارت نارين بيوتي، وشوفوا المقطع راح احط لكم يا شوفوا. هلا مع كورونا لسان شكله. اوكي اولا انا بس عشان اوضح شغله، بحب اصور مع كله. ايوه كل اوكي سهلة. قول اياتي اول وحدة، خليني لكم ليش؟ لانه ما صورت معها قبل وهي عايشة بامريكا فقريبة الي، سو هي اول وحدة بحب اصور معها. ثاني اوكي استنى، انا صورت مع نارين قبل. اوكي سو فيني اقول نور لانه لسه ما صورت معها، بعدين نارين. صح سو ام فير، ما حدا يزعل. اوكي ما حدا. هم الاساس هذا المقطع تعرض هواي من التهجم، السبب انه هواي من الاشخاص اللي يتهموه انهم مسرقين الفكره من برنامج اسمه اكلناها، وهو واحد من البرامج اللي يسوي مقابلات ويا المشاهير ويسالهم سؤال اذا ما جاوبوه ياكلوا اكله مو طيبه. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم كلام اصاله عن هذول المشاهير، وشو رايكم بالتهجم اللي تعرضوا له. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر عدنا هو نور مارفن، وما نزع على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات اعلن من خلاله انه حاليا قاعد يمنتج فيديو اللي راح ينزل لنا اليوم الساعه بالاربعة على قناه الاساس يونس. هذه الصوره اللي من الفيديو شكلها حيكون لكم عقبات قويه وتحدي قوي، راح احطكم الستوريات شوفوها. هل تعلم انه هلا فقت؟ نمت بعد الافطار على الساعه 10 تقريبا، فقت الساعه 2 و2 بس، والله بلشت لكم مونتاج جاهزين. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدى فيه اسو، فاسو نزل على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات قالت من خلال انه اليوم راح تنزل مقطع على قناتها باليوتيوب، وبهذا المقطع راح يكون فكرته جديده قويه، راح تكون هذه الستوريات اللي حابين نشوفها كامل. شوكم شو اخباركم؟ طبعا حابة اذكركم انه احنا بعد عندنا شتاء مشتين حاليا، والسالفه الثانيه انه بكره فيديو جاي على اليوتيوب، ثالث شهر عندنا وقعت. الخبر الثالث اللي عدى عن المتابعين فضيحتهم الام بي سان اسماعيل وهي قاعده تدخن، والمقطع اللي نزل على قناه صقر، وهذا مقطع ام بي سان مرت من المرور، جات لازمه بايدها جيجاره وقاعده تدخن، مثل ما شايفين يا حبايب هذه اللقطه، وشوفوا بهذه اللقطه الثانيه يبين انه اساسا جيجاره كانت بايدها وهي لازمتها وقاعده تدخن، اعطيكم هذه اللقطه من الفيديو شوفوها. اليوم الصبح كانت جعبانه. اول مره طبيخ. المتابعين طبعا لاحظوا هذا الشيء وصاروا يتهجمون على ام بي سان، وهي صارت تعلم ام بي سان اسماعيل على التدخين، وهي اللي تعلمتها عن النرجيله، واحده من الفضائح اللي نزلتها قبل على بي سان اسماعيل، جات بها بي سان اسماعيل قاعده تدخن وتنرجل، ما شايفين وراء انس الشايب، وكشفنا بوقتين هواي اشياء عليهم طبعا، وبعدها حذفوا هذا الستوري مره ثانيه بس من نزوله، وكل المتابعين صاروا يضحوها من هي تدخن، وحاليا ثبت انه اساسا امها هي تدخن وهي اللي تعلم بنتها على التدخين. طبعا يا حبايبي هي حريه شخصيه، احنا ما لنا دخل، لكن بالنهايه متابعيها صغار، فاكتبوا يا حبايبي بالكومنتات هل تشوفون ام بي سان تجبر بنتها على النرجيله او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن رغده ودخولها المستشفى، فرغده نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كان بها هي من داخل المستشفى، اما اللي سبب لشيء داخل المستشفى، فهي جت على المرجحة وفجاه وقعت فدخلت المستشفى، راح احطكم الستوريات حابين نشوفها كامل. سلامتك يا عمر، تتدلى علينا؟ طب ما مالها شيء بس وقعت وقعه خفيفه، بعرف شو الفلتر مش علي، فلتر عليك احلى شوفي. ايوه وقعت وقعه بس بسيطه وامورها تمام، بس هيك شوية وجع ظهر عندها. حيسبوني يا شو؟ خلص دلع يلا قومي امشي نطلع. امشي نروح نطش. طبعا الله يشفيها يا رب، ولا تنسوني يا حبايب انه تدعوا لها بالكومنتات والله يشفيها يا رب اسرع وقت. الخبر الخامس اللي عدنا عن نور ستارز واعترافها بالحب، فنور ستارز نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات، وهذه الستوريات شبه واحد من المتابعين قاعد يسالها شو وقت حبيتي او كم مرة حبيتي، فردت عليه مرة واحدة بس، والسؤال بعدها قال لها شو وقت راح ترجعين لامريكا، فترد عليه بعشق دبي انا الصراحة كثير اشتقت لرفقاتي، فاكيد مسافرة امريكا قريبا باذن الله. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالكلام اللي قالته نور ستارز عن الحب، ومتوقعون هو كان حبيبها مشهور او لا. وبس انا وصلت المقطع، اتوقع عليكم بس حطوا لايك بقناة حبايب، راح احط لكم مقطع باللوصف اتمنى من الكل يروح يشوفه، وبس كان كوفيت زين، خاتمة القصص ومع السلامة.